ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أم خلف من اليمن تقول: أسأل عن زيت الحشيش للشعر، هل هو حرام أم لا؟ أختي أم خلف من اليمن، بارك الله فيك، بالنسبة لزيت الحشيش هذا، إذا كان المقصود فيه الحشيش المخدر المعروف فلا شك بأن هذا لا يجوز، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، ما تستعملينه خاصة ولا الحمد البدائل الكثيرة. أما إذا كان لا، مجرد اسم فقط ولا يحمل معنى الحشيش المخدر، ما في شيء، ولله الحمد والمنة.